السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد من قناة سام. قبل ما أبدأ بهذا المقطع صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إخوان، اليوم درسنا راح يكون مختلف شوي، راح يكون عن توصيلة مصباح كهربائي عن طريق مفتاح مفرد، ولكن هالمرة راح يكون تنفيذ عملي على اللوحة. خليكم معنا حتى نشوف العدة اللازمة للتجربة. إخواني، هاي العدة اللازمة لتكوين الدارة وإنشاء الدارة اللي تكلمنا عنها، راح أشرح لكم إياها بالتفصيل. طبعاً هاي بالنسبة لهاي فهي مواسير كهرباء سوداء، وهاي علبة التوزيع، وهاي طبعاً حبسات عشان تثبيت المواسير. بالنسبة لهاي هي جنكسيونات عشان توصيل الأسلاك ببعضها البعض. هذا هو المفتاح المفرد، وهي علبة المفتاح اللي يركب عليها المفتاح، وهي قاعدة المصباح، وهي المصباح، وهي البراغية للتثبيت. هون عندنا طبعا أسلاك ثلاث ألوان، عندنا الأحمر والأصفر والأبيض، وطبعا هذا المثقب اللي محتاجينه عشان تثبيت البراغي. وبانسى إخواني، أول شيء لازم نختار مكان مناسب للمفتاح، بحيث نركب المفتاح بمكان مناسب. طبعاً راح نبدأ العملية بالخطوات العملية حالياً. طبعاً كل شيء راح يكون بشكل موزون. بالنسبة لعلبة التوزيع، راح أركب علبة التوزيع تحت القاطع الرئيسي مباشرة، بحيث الأسلاك الرئيسية يكونوا ضمن علبة التوزيع. بعد ما يتم التوصيل يتسكر عليهم بعلبة التوزيع. طبعا هيك بيكون مدينا المواسير بشكل عام. طبعا فينا نحن نركب مثل ما حكينا حبسات تثبيت لتثبيت المواسير حتى ما تتحرك المكان. طبعا نحن بهالحالة حتى عندنا المواسير ثابتة، ما في داعي، مجرد تجربة. بعدين بنمد الأسلاك الموجودة عندنا مثل ما تعلمنا بالتجربة اللي كانت مرسومة على الورق، رسمناها على الورق، إنه المفتاح لازم يجي خط فاز مباشرة من علبة التوزيع للمفتاح المفرد. والمفتاح المفرد في خط رجوع راح يروح معنا للمبنى. طبعا اولا الخط الفاز راح يكون باللون الاحمر، وخط الرجوع راح يكون باللون الاصفر. فنحن عندنا خطين راح يمروا بهاي الماسوره ليطلع لي التوزيع بالمفتاح المفرد لعلي التوزيع. هلا وصلوا معنا خط الفاز اللي راح يروح على المفتاح، وخط الرجوع اللي راح ينزل على اللمبه. طبعا خط الرجوع خليه اطول شوي بحيث يكون مباشر موصل على اللمبه، ما في داعي لقطعه ورجع اعمل توصيله للسلك. طبعا زيادة هاي راح نقصها بحيث بامكاننا نوصل المفتاح. طبعا لا، السلك الابيض هو النتر او النيوترال اللي راح يجي من علبة التوزيع للمصباح. طبعا هو مع انه مسافة قصيرة، ولكن احنا راح نقصه ونوصله، لان ممكن النتر هاد يصير تفريع على اكثر من شيء توصل. نوصل قاعة المصباح.
هيك شوي. طبعا هون ما يفرق معنا ان حطينا نيوترال بهذا بهاي النقطة او خط الرجوع بهاي النقطة او بدلنا بيناتهم، ما عندنا مشكلة. مثل ما احنا شايفين خط الفاز الاحمر رح يجي مباشرة على الـ L1، ركبه على الـ L1. طبعا راح نجلد الاسلاك هون مشان التوصيل. راح نستعمل جينكسيون عشان التوصيل. طبعا ملاحظة، الجيكسيون أفضل بكتير من الوصلات والتيب أو اللاصق العادي. هذا المتر عنا جاي من الخط الرئيسي. طبعا نحن بنلحق سلك سلك حتى ما نخربط او يصير معنا اي مشكله بالداره او شيء توصيل غلط، بنلحق خط خط وبنوصل. هذا خط الفاز اللي راح يروح على المفتاح مثل ما حكينا، هذا راح يتوصل مع الفاز من الخط الرئيسي. المتر راح يتوصل بالمتر، المتر اللي رايح على اللمبة مباشرة. راح ناخذ من المتر اللي جاي من القاطع الرئيسي على اللمبة مباشرة. طبعا مثل ما انتم شايفين ما صار عندنا أي توصيل باللاصق العادي. طبعا الأسلاك هاي موجودة عندنا كلها، فينا نجمعها بشكل كويس. نسكر عليها لوحة التوزيع بهذا الشكل. طبعا في له غطاء وانا راح اركب غطاء. طبعا اخواني هلا ركبنا اللمبة وخلصنا التوصيل هاد كلها، راح نجرب إن كان اللمبة راح تشغل معنا ولا لا. طبعا القاطع مرفوع حاليا، بس نضغط على المفتاح مثل ما احنا شايفين اللمبة اشتغلت معنا عن طريق المفتاح. إخواني هيك بيكون انتهى درسنا اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من التجربة هاي. ولا تنسونا إخواني دعم لايك للفيديو واشتراك للقناة، ما راح يكلفك الاشتراك اي شيء، فارجوك اشتراك بالقناة وانتظرونا بحلقات جديدة وشروحات جديدة ان شاء الله وتنفيذ عملي.
في جميع مجالات الكهرباء المنزلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.